دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى التصويت الفوري على السماح بإرسال مساعدات دولية إلى شمال غرب سوريا عبر مزيد من المعابر الحدودية من تركيا بعد الزلزال. وقالت واشنطن إن المدنيين في المناطق المتضررة يعتمدون على المساعدات ولا يمكننا أن نخذلهم، ودعت إلى التصويت على قرار يستجيب لدعوة الأمم المتحدة للسماح باستخدام معابر حدودية إضافية لإيصال المساعدات الإنسانية. ودعت الحكومة الأمريكية سوريا وجميع الأطراف إلى الموافقة بشكل فوري على دخول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في كل أنحاء البلاد. وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إنه يجب السماح بدخول كل المساعدات الإنسانية من خلال كافة المعابر الحدودية، ويتعين توزيعها على كل المناطق المتضررة بلا تأخير. وطالبت واشنطن الرئيس السوري بشار الأسد بمنح الوصول الفوري للمساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين بلا استثناء. هذا وأكد المرصد السوري أن قوافل المنظمات الإغاثية تواجه عراقيل من قبل الحكومة السورية للدخول إلى المناطق المنكوبة جراء الزلزال في ريف حلب. المرصد قال إن الحكومة تشترط استلام المساعدات قبل توزيعها عن طريق الهلال الأحمر، مشيرا إلى أن القوافل الإنسانية وكوادرها من السوريين والأجانب لا تزال تنتظر منذ يومين عند أحد المعابر شرق حلب. وتتواصل الطائرات الإغاثية العراقية في دعم المناطق المتضررة من الزلزال في كل من سوريا وتركيا، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي أمر به رئيس الحكومة العراقية لدعم المناطق المنكوبة. اليوم هي الطائرة رقم 8 راح تتوجه إلى مدينة حلب السورية ضمن سلسلة الجسر الجوي الذي وجه بإنشاء السيد رئيس مجلس الوزراء لإغاثة الشعب السوري الشقيق. الحمولات السابقة هي تتراوح ما بين 80 إلى 85 طن، اليوم أيضا بحدود 10 إلى 15 طن. هنالك قوافل برية انطلقت إلى سوريا من وزارة التجارة 650 طن من المواد الغذائية المختلفة، أيضا من وزارة الدفاع 850 طن، ومن وزارة النفط مليون لتر من الوقود. تم المباشرة بفتح مراكز إيواء العراقيين وهي عبارة عن 3 مدارس في أنقرة، في مارسين، في غازي عنتاب، وتوفير المواد الغذائية الضرورية اللازمة. تعرفين غازي عنتاب وضعها صعب، إضافة إلى ساهمنا والحمد لله بإجلاء رعايا أخواننا العراقيين من غازي عنتاب عبارة عن رحلتين، وإحنا جاهزين أيضا في أي لحظة عند اكتمال العدد المطلوب لإيصالهم إلى بغداد. ينضم إلينا من اللاذقية الآن عبر الأقمار الصناعية الصحافي كمال شاهين. كمال، أنت في مطار اللاذقية، أطلعنا على المساعدات التي تصل إلى المطار وحجمها وطبيعتها. صباح الخير، الآن نحن أمام الطائرة الإماراتية الرابعة التي وصلت خلال الأيام القليلة الماضية إلى مطار جبلة الدولي، وهي تحمل حوالي 40 طن من المساعدات المقدمة من الإمارات العربية المتحدة إلى ضحايا ومنكوبي الزلزال في سوريا. هناك عدد متزايد من الطائرات التي هبطت في المطار خلال الأيام القادمة، وصل عددها وفق مصادر قريبة من هنا إلى حوالي 25 طائرة. يتم إنزال المساعدات هنا وتسليمها إلى الهلال الأحمر السوري، وبشكل أساسي هو المعتمد لاستلام هذه المساعدات ويتم توزيعها من خلاله بشكل حصري. وصلت إلى هنا طائرات من الإمارات، من بيلاروسيا، ومن روسيا، ومن إيران، ومن العراق، ومن لبنان أيضا خلال الأيام القليلة، ويتوقع خلال الأيام القليلة القادمة أيضا تدفق آخر في عدد هذه الطائرات التي تحمل مساعدات إلى السوري. تتنوع المساعدات بين الأغطية والفرشات والمواد الغذائية، وحتى الآن لم يلحظ وجود خيام لنصبها للنازحين بحكم أن الجميع من هؤلاء الأشخاص المتضررين يتم نقلهم إلى مراكز إيواء مسقوفة وليس إلى خيام، ولا يتوقع ظهور هذا الأمر في الساحل على الأقل كما تابعنا هنا. إضافة إلى هذه المواد هناك أغذية للأطفال أيضا يتم إحضارها عبر هذه المساعدات، وكما تلاحظون هنا يوجد كمية جيدة
جدا من المساعدات المقدمة من الإمارات إلى السوريين. لم يلحظ حتى الآن اليوم وصلت دفعة من مساعدات مقدمة من الحكومة الإيطالية، لا نعلم إذا كان ذلك تم عن طريق قنوات رسمية أم عن طريق قنوات أهلية، وإن كان يرجح أنها عن طريق قنوات أهلية. حتى الآن لم تهبط طائرة من الدول الغربية في مطار جبلة الدولي، في المطارات السورية الأخرى أيضا. ونحن سوف نطلع اليوم على سير أيضا لم يحدث ذلك. سوف نتابع موضوع المساعدات ومجلس يعني جلسة مجلس الأمن اليوم في خصوص هذا الشأن. شكرا لك كمال، سنعود إليك في نشرات لاحقة. كمال شاهين من مطار جبلة الدولي. اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لمتابعة آخر التطورات والأحداث السياسية، معي أنا زينب حاسب.